سيدنا البطريرك الكاردينال ساكو يلي جاي على رأس الكنيسة الكلدانية طبعا، حامل هم وجع العراق إلى أرض لبنان الموجوعة لنحمل صرخة الشرق كله لسينودوس الكنيسة بالفاتيكان. نحن صرنا بالمرحلة القارية، شو هو الوجع يلي حامله سيدنا وكيف ممكن يوصل، وهل بلشنا نحط أو نكون على الطريق الصحيح؟ بصراحة هذا الوجع هو وجع مشترك لجميع بلداننا وأيضا كنائسنا يعني، وهاليوم يعني يتطلب من الكنائس كانت كاثوليكية أو أرثوذكسية أو إنجيلية موقف مشترك لمعالجة أوضاعنا وحماية مسيحيينا أن تكون يشعروا بأمان واستقرار حتى يبقوا ما يهاجروا. الخطر الكبير أنه المسيحي الشرقي بالعراق وبسوريا، سمعنا سوريا وأيضا مصر وغير أماكن وبلبنان بدوا يهاجروا، هذا خطر كبير يعني يفرغ المسيحيين من هالبلدان. المسيحي عموما هو شعب مسيحيين شعب يعيشون بالتاريخ يعني، وهذا التاريخ هو تدبير إلهي يعني. فنحن بحاجة أنه نطلع من هالقوقعة الطوائف وكنائس والقديم والماضي، وأنه نعيش هذا الواقع اللي هو تحدي كبير، ونعمل يعني كفريق واحد لخير مؤمن لخير شعوبنا مسيحيين ومسلمين، لكن أيضا المسيحيين اللي يشعروا أنه ما لهم ظهر. سيدنا السينودوس السير معا، إلى أي مدى عم نتأكد أنه الكنائس هي يد واحدة في السير معا باتجاه واحد؟ لأي مدى من بعد ما صرنا بهيدي المرحلة القارية من أعمال السينودوس فينا نقول أنه بلشنا فعلا نحط النقاط الصحيحة؟ لا، أنا ما أعتقد يعني راح يصير تغيير، لأنه كان هناك مجمع فاتيكان الثاني، كان هناك سينودس من أجل الشرق، وهذا كمان يراد تغيير العقلية في الكنائس ويراد أفق جديد يعني، حتى تتحرك الكنائس وما تبقى هي كنيسة منغلقة على ذاتها، على طائفتها، على حالة يعني، وأن تكون هناك كنيسة مشرقية واحدة يعني. الوحدة ما تلغي التنوع يعني، نحافظ على تنوعنا، بس نحن يعني نكون أو لا نكون يعني. يعني سيدنا ما عندك أمل؟ قلت لي ما بعتقد رح تصير يعني. يعني من خلال خبرتي ما رح يتحرك شيء، خطابات وما في يعني، نحن مختلفين يعني، نحن كنائس كل واحد كأنه له دكان، ما في شيء اسمه كنيسة المسيح، كنيسة تعمل الرسالة، تعمل شعور الناس. المحور هو هذا الإنسان الشرقي مهدد، وخاصة المسيحي يعني. هل هذا السينودوس هو نوع من العلاجات أو لا؟ يعني ممكن أن يكون على نوع من يعني إحساس واحد يتحمل المسؤولية، هي مسؤولية تاريخية، الله راح يحاسبنا نحن رؤساء الكنائس على ما قمنا به أو لم نقم به يعني. خليني أخذ منك نداء أخير يعني، إذا بدي أقول لك هيك نداء، لمين بتوجهه من وجعك يلي عم تحكي فيه الواقع مثل ما هو ومن دون أي أقنعة؟ يعني النداء اللي أنا أحمله أنه أولا الوحدة، وحدة كنائسنا، كل الكنائس يعني، بالنهاية نحن بالإيمان واحد بالعمق، ما في خلاف بالإيمان، هي بالطقوس باللغة بالهيكشة، بس أيضا النداء هو أن نعمل كفريق واحد ويد واحدة، ونصطف مع كل اللي في أوطاننا إرادة طيبة للتغيير ولحماية شعوبهم، مسيحيين ومسلمين وغيرهم يعني، هناك ناس عندهم الإرادة يعني. كنيسة لازم تتحرك، ما تبقى جامدة في مكانها. ممثل الكنيسة الكلدانية بأعمال هيدا المجمع أرشيدوك عماد زعرب، أهلا وسهلا فيك.
خبرنا شو دوركم ككنيسة أنجليكانية اليوم معنا بهيدا السينودوس، كيف عم نقدر نكون يد واحدة للسير معا طالما السينودوس هو السير معا؟ الكنيسة الأسقفية طبعا هي جزء من الكنيس الأخرى، نحن عضو واحد بهالجسد اللي هو رأس السيد المسيح، بأهمنا هو من هم الكنيسة الثانية، وخبراتنا وتحدياتنا على صعيد الشرق الأوسط وعلى خصوص المنطقة اللي أنا مسؤول عنها لبنان وسوريا اللي هن جزء من مجمعنا ومن نطرانيتنا، وعلى هم رئيس أساقفتنا حسام طبعا بالقدس، أنه تحديات وحدة، مشاكل وحدة، صعاب وحدة، ونحن لازم نكون عم نتشارك لحتى نشوف ونسمع صوت الشبيبة، نسمع صوت الحجارة الحية بالكنيسة لحتى يكون صوتنا واحد وفاعل وهمنا واحد كرمالتا نحيا هالكنيسة ونرجع لها رونقها، نرجع لها الخدمة بقلبها، ونكون حقيقة عم نجسد ما أوكل إلينا سيد المسيح، نكون خدام حقيقيين. حكيت عن صعوبات، حكيت عن تحديات، إلى أي مدى من خلال الأعمال يلي صارت ماشية عم بيكون فعلا عم تنطرح هيدي الأمور بواقعيتها؟ قدي فعلا عم ينحط هيك نقاط على الحروف حول هيدي الصعاب، حول هيدي التحديات يلي عم بعانيها مسيحي الشرق الأوسط؟ التحديات هي طول عمرها، تحديات الكنيسة هي تحديات روحية، تحديات شبيبة، تحديات المصلين بقلبها، تحديات وجود. هلأ إذا منجي للواقع الحالي تحدياتنا زادت كتير، تحديات اجتماعية مأساوية اللي هي عم بتلهي هالشباب، عم تلهي رب العيلة، حتى ما عاش صارت خاصة بالشباب أو صارت عم تلهي رب العيلة كيف بده يركض وراء لقمة عيشه. وهون صار شوي الدلالات على الكنيسة، لأنه العيلة المسيحية اللي هي كانت كل حياتها واقفة حد الكنيسة، اليوم بيشوفوا أنه لازم يكون إلا الكنيسة دور كتير كبير وفاعل، لأنه هي البي. طب هيدي الأمور عم تنطرح فعلا خلال أعمال هلأ السينودوس القاري؟ أكيد هيدا هم السينودوس، وإلا ما كان في إله هالفعالية، وهيدي طبعا هموم قداسة البابا، مشان هيك نعمل هالسينودوس تنفكر مع بعض وكيف رح نقدر بأي وقت ممكن أو بأي طريقة ممكن إنه نقدر نسد هالفراغات ونوقف مزبوط، نوقف وتحت الحجارة الحية اللي هتكون الكنيسة فعالة بمختلف طوايفها. أكيد أنا ما بدي أستبق الأمور ولا أحرق الوقت، إنما هيك برأيك الختام شو رح يكون؟ الختام رح يكون إنه نحن نحاول جاهدين كإكليروس، ككنايس، كمطرانيات، كمطارنة، إنه نكون حقيقة صوت الله ويد الله اليمنى تجاه إخوتنا، تجاه الحجارة الحية، تجاه الأصاغر، لحتى يمكن بمطارح ما صار في غبار، لازم كلنا نشتغل حتى ننفض هالغبار، يرجع صوت الله، يرجع كلام الله يتجلى بمجتمعنا، بين أبنائنا، وهيدا الأهم، وهيدا الأهم. وكمان نفعل ونقوي وجودنا المسيحنا وصوتنا الواحد، وإلا إذا طلع أصوات هالصوت بده يضعف، أصوات المشرزمة، لازم يكون إلنا دايما صوت واحد، وهذا الصوت هو الصوت اللي بينسمع. سيدنا جورج أسادوريان من الكنيسة الأرمنية الكاثوليكية والمشارك فعليا بأعمال هذا السينودوس القاري، بلشت الجلسات، بلشت المواضيع تنطرح، أنا بهمني أعرف
شو هي المواضيع هيك بتفاصيل شوي صغيرة؟ يا ترى فعلا برأيك عم ينحط الإصبع على الجرح حول الهموم يلي حملينا مسيحي الشرق، حول وجع المسيحيين، حول العقبات والصعوبات والتحديات يلي عم نعيشها؟ أول شيء عم تشوفي هالصورة اليوم بهالقاعة، بأنه احنا جايين من بلدان الشرق الأوسط اللي عم نعاني كلتنا. ومبارحة كان هالسؤال اللي حضرتك سألتيه قبل شوي، يا هل ترى نحن رح نطلع من هالسينود بجواب لهلك المؤمنين المتواجدين هون بالشرق الأوسط؟ يا هل ترى نحن عم نشتغل كما يجب، أو صرنا مثل كاريتاز بس عم نساعد العالم؟ أنا بظن اليوم الكلمة اللي هي مهمة كتير هي الإصغاء للآخر، نسمع للآخر شو عم بيعاني، شو عم بيحكي، شو عم بده. وخاصة طلعنا على صدى التوبة والمحبة، نحن يجب علينا أن نظهر من هون ونكونوا تايبين، يكون في عنا روح التوبة وروح التغيير بعقلية هالكنيسة، لأنه هي بحاجة لعقلية جديدة اللي هي التقرب الروحي أكثر. وأنا كمان برحى بمبارح بمداخلاتي دائما كنت عم بشدد على كلمة أول شيء عن التوبة، ولكن عن الروحانية الجديدة. نحن إذا مشينا بهالطريق أنا بظن أنه بنكون لبينا يمكن بعض الشيء اللي بيريده مننا إخواننا المؤمنين. أكيد التداعيات هي كتير كبيرة، والمستلزمات لكل واحد، لكل مسؤول بالكنيسة إن كان بترك ولا مطران ولا خوري هي صعبة كتير، ولكن بدها نية طيبة وبدها يكون فيها نية جديدة لملاحقة كل مشاكل الطوائف أو الشعوب المسيحية الموجودة بهالمجتمع. يعني نحن اليوم مثلا سمعنا عن مصر كيف بيعاني المصري، أنه كيف مثلا مش عم بيقدر، الصعوبات المحلية عندهم ما بتخليهم يمكن يتقربوا أكثر أو يعيشوا الحياة الروحية أكثر. بسوريا هالمشاكل اللي صارت من 11 سنة وبعدها عم بتكمل، وجاهن زلزال كمان. يعني أنا تساؤلي كان مثلا ليه من جزيرة من المحل ما أنا ولدت، يعني ليه مثلا ما في حدا؟ وهني كمان كانوا هالمؤمنين عم يطالبونا، نحن مش موجودين، نحن لازم يكون موجودين بهاللقاء الحلو اللي بيجمع كل المسيحية الكاثوليك بالشرق الأوسط. لذلك نحن لازم نتعلم، لازم نسمع حتى نقدر نلبي طلبات إخواننا المؤمنين. سيدنا جورج، نحن بنعرف انه حتى نزيد سنه على السنوات التحضيريه لانعقاد السينودوس بال 2024 بالفاتيكان، لحتى مثل ما اراده البابا فرانسيس انه يوصل صوت كل الناس، يوصل صوت كل العلمانيين. لاي مدى عم نلمس فعليا دور للعلمانيين بهيدي الاعمال اليوم، بهيدي الاعمال القاريه للسينودوس؟ هل من صوت للعلماني فعليا؟ كمان أنا مبارحة بمداخلتي كنت عم بقول إنه عن جد البابا فرانسيس هو بابا جبار، لأنه فكر بشعبه وعرف إنه الكنيسة يمكن مش عم تهتم كتير بالعلمانيين. ما بعرف، أنا بشوف عند الكنائس اللاتينية مثلاً، وكنائس عنا لاتين متقدمين بهالنقطة. يعني أنا عشت بفرنسا كخوري رعية، شفت إنه المطران مش هو اللي بيعمل كل شيء، نحن عنا كل شيء المطران هو اللي بيعمله. لا، عنده علمانيين بيساعدوه إن كان روحيا ولا إن كان ماديا. لذلك نحن بحاجة للعلمانيين، بس مش بالحكي بس، نحن بدنا بالفعل. العلماني كمان ما بدنا إياه مثل ما بالطوائف الثانية هو موجود العلماني اللي بيتدخل بكل شيء. لا، أنا بدي إنه العلماني هو يشارك فعليا، يكون راهب أو كاهن آخر، عن جد يكون كاهن آخر، هو كمان له دور كتير كبير. في معنى علمانيين كتير فظيعين، يعني في علمانيين اللي ألقوا كلمات أو بالمداخلات تبعهم عن جد واحد بيركع قدامهم، لأنه العلماني عنده كتير إشياء ليعطيهم إياها، والكاهن أو رجل الدين عنده واجب تيسمع له حتى هو كمان العلماني يقدر يتعايش ويفهم في إشياء كتيرة
انه الخوري او المطران ما بيقدر. انا بتذكر كان عندي مجلس رعوي برعايتي بكنيسة مار الياس بالدباس، كان عندي هالمجلس يوم من الايام عم بحكيهم عن موضوع ما، قلت لهم انا حابب اعرف رايكم. قالوا لي سيد ابونا ليه بدك راينا، ما انت الخوري رعيته. لا انا خوري رعيه، ولكن هو جوابكم او مفهومكم هو يمكن بيهمني الكنيسة، مش بس لألي، لأني أنا المطران أو البترك عطاني هالمهمة حتى أكون خوري رعية، ولكن مش تحالي أنا بدي أقرر، أنتوا بتكون تقرروا معي. وهيك صار كان في مواضيع كثيرة، والكاهن ما بيعرف في إشياء كثيرة بالحياة. الكاهن منه موجود على الأرض، الشعب هو العلماني هو موجود، وأنا عندي كثير هالخبرة كثير حلوة، كثير حلوة وانبسطت من هالخبرة، خبرة هالشبيبة أو خبرة هالناس اللي كانوا معي بهالمجلس. لما رحت على فرنسا كمان نفس الشيء عملت، قالوا ليه بدك تعمل، شو بدك أنت بمجلس رعوي للعلمانيين؟ قلت له لا، هنين كثير مهمين بحياتنا، وأنا خاصة جاي ما بعرف فرنسا بدي شو بدي أتعلم. العلماني هو له دور كثير كبير، لذلك نحن بندعي الرؤساء، واحد منهم أنا يمكن، أنه نتجاوب أكثر من طلبات العلمانيين، ونشارك العلماني بنوع أكثر وأكبر بتقارير الكنيسة. ماريس صغبينة، علمانية لاهوتية من اللجنة الليتورجية يلي عم بتحضر الصلوات بأعمال السينودوس هون، بدي أخذ هيك منك فكرة، بدي أخذ منك رأيك، بدي أخذ منك شعورك، وشفناك أكثر من مرة بالصلوات بالافتتاح بكذا، شو رأيك بيلي عم بيصير ولوين رايح يلي عم بيصير؟ أول شيء الخبرة كتير حلوة، خبرة روحية بفتكرها أول مرة منعيشها بالشرق مع كل الأساقفة والمطارنة والبطاركة والعلمانيين، وهيدا الشيء مثل عنصرة جديدة عم نعيشها اليوم. أنا شخصياً كتير كتير مبسوطة أنه كون بقلب اللجنة اللي عم بتحضر الإطار الروحي لهالمسيرة، وهيدا الشيء اللي بيدفعنا أنه نعيش أكتر من خلال الروح القدس، لأنه مع الروح ما فيش، ما بنعرف وين بنوصل، نعرف انه بندخل بالمغامره، ولكن هالمغامره سبقتنا لانه هو عم بيقودنا فيها. المهم نضلنا باصغاء كلي لحتى نسمع فعلا وين عم بيقودنا الروح اليوم، لحتى نشوف شو عم بيقول لكنيسنا، وخاصه بواقعنا اليومي يلي عم نعيشه من مصاعب، من مشكلات، من تحديات جديده خاصه بالشرق. ولكن هالخبره ما بتشبه شيء لإلي، اول مره بعيش هيك، وبتمنى هالخبره مش بس تبقى هون، وانما نعيشها ككنايس بكل مجتمعاتنا وبكل بلداننا بالوقت المقبل ان شاء الله. من خلال تواجدك الفعلي هيك على الارض مع كل هالمجموعات من الكنائس المختلفه الموجوده، قديش حس انه فعلا رح نوصل لوقت نقول نسير معا بيد واحده؟ نحن بلشنا المسيرة، بقدر أقول أنه بلشنا بأول خطوة من المسير معا، بس قد ما فينا نكمل، لأنه هيدا الشيء رح يكون نعمة لإلنا، النعمة هي تعطى لإلنا إذا بقينا بهالإصغاء مثل ما عم بقوله، لأنه المحور اليوم هو إصغاء إلى كلمة الله. طول ما نحن عم نصغي هالسير معا هو اللي رح يجمعنا، لأنه كلمة الله هي اللي جامعة بوسطنا في المذبح يلي اليوم بلشنا من خلاله، وبوسطنا في كلمة الله هي التي تعطي الوجهة والمسير. ومع بعض بحس أنه إذا الله راد رح نوصل، يمكن مش مثل ما نحن منتصور، ولكن رح نوصل لمحل ما كنا متصورينه، لأنه مع الرب دايما في شيء أبعد من اللي نحن منتصوره. إلى أي مدى صوت العلمانيين مسموع خلال أعمال الجلسات؟ عم نحاول أنه صوتنا يكون موجود من خلال الشبيبة كمان يلي هن النوات بالنسبة لنا اليوم، وهذا في نقول النعمة الكبيرة أنه الشبيبة موجودة، مع أنه منهم كتار، ولكن صوتهم عم بيوصل. ومش بس هيك، أنا الخبرة اللي عشتها امبارح مع سيدنا البطرك بقلب الجروب الصغير فرجاني أنه حتى هن موجودين حتى يسمعوا، يعني صوت الشبيبة عم بيكون صوت عم بيودي، وهذا الشيء بيعطي رجع وبيعطي أمل لكنيستنا اليوم، وإن شاء الله خير. القسيس عيسى دياب من الكنيسة الإنجيلية ومشارك بأعمال السينودوس، أعمال الجمعية القارية للسينودوس الكنيسة الكاثوليكية، كيف هيك بدك تجمع لي هالمفارقة؟ لا هي مش مفارقة أبداً، لو مفارقة ما كنت جيت وما كانوا دعوني،
وبعتبر هيدا وعي بالكنيسة وقت اللي بيحكوا عن المسيرة السينودالية. هي مش مسيرة الكاثوليك مع بعض، هي مسيرة المسيحيين مع بعض للشهادة ليسوع المسيح. فاللي دعوني هو دليل نضج، واللي طلبوا مني الكنيسة الإنجيلية طلبوا مني أحضر كمان دليل نضج، لأنه الجهتين عم بيعبروا عن حاجة الواحد للآخر. إلى أي مدى لمست وكمراقب موجود داخل أعمال السينودوس هلأ السير معا، هل هو يتحقق فعلا بين الكنائس الكاثوليكية لينطلق من بعد من الكنائس الكاثوليكية إلى الكنائس الأخرى؟ طبعا أنا دارس لتاريخ الأديان وأدرس هذا الموضوع في الجامعة. الانتماء إلى تراث كنسي هو انتماء إلى ثقافة معينة، وليس من السهل أن تسير ثقافات مختلفة بعضها مع بعض. حتى لو كانوا كلهم كاثوليك، يوجد من يتبع الثقافة السريانية، ويوجد من يتبع الثقافة البيزنطية، ويوجد من يتبع الثقافة اللاتينية اللي هي غربية. فيحتاج الموضوع إلى أول شيء الاعتراف بالتنوع الثقافي وإيجاد قواسم مشتركة لهذه الثقافات لكي نترك هامشا من الحرية لكل إنسان في ثقافته أن يعبر عن إيمانه. هذا ضمن العائلات الكاثوليكية. فكم بالأحرى عندما نتكلم عن الكنائس المسيحية، إن كان الكاثوليكية والأرثوذكسية والبروتستانتية أو الإنجيلية، فيحتاج الأمر إلى وعي أكبر أيضا، وإلى تعميق التنوع، فهمنا للتنوع. لأنه هون وقت اللي بنحكي عن الكاثوليك والأرثوذكس والإنجيليين، يوجد تنوع إيماني ويوجد تنوع ديني ويوجد تنوع ثقافي. شو هي المواضيع يلي أكتر شيء هيك لمستها إنها بتوحد كل الجماعات؟ يعني وين الصرخة عم تطلع أكتر؟ شو هي المواضيع، الصعوبات، التحديات يلي بتوحد الكل؟ أنا بقول لو في وعي، وكمان عم بكتب كتاب عن تاريخ الكنيسة في الشرق الأوسط وبدرس هالموضوع في الجامعة اليسوعية، قلبي حزين إنه أباء الكنيسة اختلفوا وصار في إنشاءات، وبرأيي أنا ما في أسباب موجبة للإنشاءات. الأسباب كانت نفسية، اجتماعية، سياسية، وليست دينية على الإطلاق. هلأ صار في وعي، صار في وعي، وكلهم وعيوا لهالشي. كمان في نقطة مهمة كتير كل نوعينا لإلها، بدأت الكنيسة في الشرق الأوسط تتناقص، مش هلأ، عندما حصلت هذه الانشقاقات وظهرت ديانة جديدة في المنطقة، عندما كانت الكنيسة مشرذمة وعندما كانت منشقة. هلأ صار في وعي إنه يا جماعة لازم نكون مع بعض، وهذا النداء اللي أطلقه أبونا خليل، إما أن نكون معا أو لا نكون، ما بيعني بس الكاثوليك، بيعني كل المسيحيين. بدي أرجع معك لأعمال السينودوس هلأ كمرحلة قارية، يعني لمنطقة الشرق الأوسط. الكنائس المتواجدة جاي وحامل همومة، وأكيد همومة بتتقاسمها مع كل اللي موجودين، لأنه تقريبا منتقاسم نفس الهم. وين حسيت الصرخة أعلى؟ كلنا عم نعيش نفس الهم، كلنا همومنا اقتصادية، عنا هم مع الآخر، مش كل الآخر نشكر الله، لكن فئة من الآخر اللي عم بيشعرنا، عم بيحاول يشعرنا إنه نحن ضيوف بهالمنطقة، أو نحن صرنا أقلية، أو نحن ما إلنا لزوم. الصرخة من كل ميلات طالعة. هون في البطريرك صباح يوم من الأيام، بطريرك القدس، كان صرخ صرخة وقال إما أننا أقلية في هذه الشقفة، إنما إننا مسيحيون،
في هذا الشرق فهذه مشكلتنا، ولكن إنما أصبحنا أقلية فهذه مشكلتكم. فكل عم بيعانوا من هالموضوع، طبعا المشاكل الاقتصادية والحروب، الصرخة الكبيرة اجت من سوريا بالرغم من الزلزال وبالرغم من 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 الحرب. يوجد حصار على الشعب، الحصار مش على النظام السياسي، الحصار على الشعب بالحقيقة، وهذا موقف لا إنساني. إذا بدي أطلب منك بالنهاية مطلب أو نداء تتمنى أنك تكون عم بتدونه بالتوصيات الأخيرة لأعمال هيدي الجمعية؟ أن نعمل على نتعمق في المسكونية ليست في المكاتب، لا تبقى المسكونية في المكاتب وفي البرامج الاجتماعية، أن نعيش المسكونية المسيحية، وأن نعمل على موضوع الحوار مع الآخر المختلف حتى نتفق، نعمل بروتوكول أن نعيش معا. يعني العناية الإلهية حطتنا ببقعة مع بعض، يجب أن نتفهم. لا أحد يريد أن يلغي الآخر، ولكن يجب أن نتفهم على صيغة عيش مشترك ضمن القيم الإنسانية التي الله أعطانا إياها، وهيدي من حقنا. أبونا داني يونس الراهب اليسوعي والمشارك في أعمال هذه الجمعية القارية لسينودوس التحضيرية لسينودوس الأسقف اللي سوف ينعقد إن الله راد بروما. حتى اليوم كيف عم بتشوف سير الأعمال، ولأي مدى عم بتحقق برأيك الأهداف المرجوة؟ الهدف الأساسي من هاللقاء، أو خلينا نقول الهدفين الأساسيين، أولاً أن يكون سينودالية معاشة أو سينودوسية معاشة، يعني يكون فرصة نسمع على بعض ونقبل أنه أقل بيناتنا ما يكون في ولا صوت مستبعد، ولكن عم ناخد الطرق والوسائل حتى كلنا نصغي إلى بعض مع اختلاف مشاعرنا. فهي سينودوسية معاشة، هذا الهدف الأول، وبعتقد أنه عم نحققه لدرجة كبيرة بالرغم من كثرة المواد يلي بدنا نحكي فيها وضيق الوقت، وأنه أيام نضطر نوقف الكلام، ولكن عن طريق المحادثة الروحية اللي هي المنهج اللي اتبعناه بالحوار عم بتكون في فرصة لكل صوت أنه ينسمع. هذا الهدف الأول. الهدف الثاني يلي عم نجرب نوصله شوي بشوي هو أنه نقدر نبعت على أمانة سر السينودوس بالفاتيكان، نقدر نبعت الصدى يلي طالع من شعبنا، من شعوبنا هون بالمنطقة، حتى يكون عم بيشارك بشكل فعال بتحضير الجمعية السينودوسية بأكتوبر تشرين الأول الجاي. لأي مدى برأيك عم بيكون في شفافية أداء لكل الواقع الموجود بمنطقتنا مع كنايسنا يلي في عندها هلأ إذا فينا نقول فرصة لحتى تعلي الصوت؟ الشفافية والإصغاء والسينودوسية هن كلهم عمليات بروسيسوس، يعني ما بيكونوا أو موجودين أو غير موجودين، ولكن أو مننمى فيهم أو نتراجع فيهم. يعني ما في يقول أنه فرد مرة تخطينا جروحاتنا وتخطينا أنماطنا القديمة وتخطينا العادات اللي كنا فيها، ما في يقول. في يقول أنه هالشفافية عم تنبنى شيئا فشيئا، ولكن إذا بطلع بديناميتها كيف عم تمشي بقول نحن ماشيين بشكل صحي، لأنه عم نسمي المشاكل، عم نقدر نقول انه هون في عقدة في عقبة، ولما ما عم نقدر نقولها أقله عم نبلش نشير لها حتى توصل للكلام. يعني احنا عم بمسعى انه الأمور هذه توصل لمستوى الكلام تنقدر نتعاطى معها على انها خارجة عنا، تحدي مشترك ومش داخل فينا انقسام بيناتنا. انا هذا بعتقد انه عم بيمشي بشكل ايجابي. كلنا بنعرف انه إرادة قداسة البابا فرانسيس من هالسنوات التحضيرية للسينودوس انه يكون في دور اكبر لصوت الشعب للعلمانيين، لأي مدى عم بتشوف هالشي عم بيتحقق اليوم بهيدي الأعمال القارية الموجودة حاليا ببيت عنيا؟ قداسة البابا مثل كل تقليد الكنيسة بيعرف انه الكنيسة هي كل شعب الله، وصوت شعب الله كان دايما مطلوب انه ينسمع. إذا بدنا الشيء الجديد هو أنه ننتبه أنه في آليات عم تمنع الإصغاء، مش رغبة، مش أنه قبل ما كان في رغبة بالإصغاء وهلأ صار فيه آليات بقلب الكنيسة.
آليات بقلب الكنيسة، آليات بتمنع الإصغاء. يعني مثلا مثل الميل الإكليروسي يلي هو بحد ذاته منه بالضرورة بدايته سيئة، هو هدف الرعاية والاهتمام، ولكن بيوصل لمرحلة انه الراعي عم بيصغي للأشخاص ولكن ما عم بيسمعهم يصغوا لبعضهم، يعني ما عم بيخلق شعب يلي فيه الأعضاء عم يصغوا لبعضهم. السينودوس هالسنة منه كتير كتير مختلف عن السابقين، وبيبلش باستشارة شعب الله، بس بدل ما تكون الاستشارة عم توصل للرعاة عم بيخلوا الاستشارة توصل لبعض أيضا، عم يسمعوا الكنائس عم يسمعوا بعض ويتفاعلوا مع بعض. فبهالمعنى عم نصير أكتر سينودوسيين، بس ما بقدر أقول أنه قداسة البابا فرانسيس مختلف عن سابقينه برغبة إصغائه لشعب الله أبداً. بعتقد أنه بس عم نكشف ونسمي الآليات اللي بتمنع الإصغاء فينا، الصخور الموجودة، الأنماط بالتصرف يلي ما بتخلينا ننتبه أنه في أصوات أخرى، مثلاً كل اللي هن مهمشين اللي هن على أطراف الكنيسة. هالأشخاص كنا دايماً حاضرين ببال الرعاة، ولكن انه نعطيهم الفرصة نعترف انه كلماتهم ممكن تجيب لنا اشياء من الروح القدس لقلنا. يعني التوبة مش بس مطلوبة منهم، التوبة مطلوبة منا. هيدا النمط من الاستقبال، الاصغاء الذي يتحول الى استقبال، هيدا شيء قوي قوي فعلا وروحي. اذا بدي اسألك السؤال الشخصي اخيرا، ماذا ترجو من هذه الاعمال؟ الصراحة أنا بعتقد أنه هالأعمال عم بتحقق هدفها بمجرد وجودها، يعني مجرد عم بتصير هالسينودوسية هي شيء معاش أكتر ما هدف بدنا نوصل له، هي شيء معاش. أنا اللي ما أرجوه إذا في يقول أنه نستمر بهالدينامية، يعني ما نيأس منها، لأنه في أوقات ممكن نوصل لاختبار من الجفاف أو من اليأس، أو نحس أنه وين رايحين، يمكن الإصغاء للآخر بيوترني، فممكن نتخلى عن هالعادة، عادة الإصغاء والتمييز. فاللي أنا بترجيه وبطلبه من ربنا كسند منه أنه بالرغم من أوقات الجفاف نحافظ على هالقرار، أريد أن أصغي، أريد أن أسمع.